ولا يوسف مش هنخرج لما تقول اتنين اتنين مش هنخرج لما تقول اتنين اتنين هنقف هنا يا صرف الدله بقى نقف في الدله تديني انتباهي بس الشباب والاطفال طب معلش ناس دي واحده نزلوها طب ماشي خلاص طب ماشي تحت امرك بس ايه المشهد هات المشهد يا محمد هي دي احتفاليه اسمها صوت الجماهير مقامه تبع قصر ثقافه الطفل اللي هو في جاردن سيتي هي كانت عباره عن ورش عملنا زيارات خارجيه في اراضي زراعيه وفي مصانع اللي هم اساس النهوض بمصر والاطفال كنا النهارده في ميدان التحرير اليوم الختامي كانوا بيعملوا جداريه 30 متر مربع عبروا فيها عن فكرهم وارائهم بالنسبه للثوره المصريه بتاعه 25 يناير طب هم يعني من منطقه معينه هو احنا عندنا اطفال من قصر ثقافه الطفل واطفال من قصر ثقافه بهتيم وفي دور ايتام اسماعيل سلام وفي دور ايتام ثانيه اسمها الياسمين احنا دمجين المجموعه دي كلها مع بعض بقى لهم 3 ايام وفي الاخر النهارده كانوا بيفنشوا الجداريه اللي هي عن ثوره 25 يناير تجهيزا لجمعه بكره ولا ده احنا مع الثوره طبعا بس يمكن الاطفال مشاركات في المليونيات دي بتبقى يعني صعبه شويه خاصه الظروف بتتطور وفي يعني مش هنقول انفلات امني بس ما فيش استقرار امني فلكن هم نزلوا النهارده عشان يقولوا ان احنا مع ثوره 25 يناير وبيقولوا رايهم في طلعوه في الجداريه بتاعت النهارده ممكن بس تشرح لنا بس واحد كده نسمع منه كلمتين ماشي ليميت ده كويس محمد ده انت حسن اتفضل ايه جاي النهارده ايه بتعمل ايه انا جايين عشان نشارك كل اللي بمناية التحرير ونعرفهم ان احنا معاهم في كل حاجه في حزنهم وفي فرحهم وبنمثل لهم دوت على الرسم وبالكلام وبكل حاجه والمستر عامل ايه معاك المستر بصراحه جايب لي كل الاساتذه جمال وبيعملونا بطريقه جميله جدا واحنا فرحانين كلنا المستر بس ولا في لا كله مكتبة ياسمين كله يعني كله لا كله مكتبة ياسمين موجود كده طيب شكرا يا فندم ربنا يقويك العفو تحت امرك شكرا تحت امرك